يسعدنا أن يكون معنا الليلة الأستاذ الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق ومؤسس الحركة الوطنية المصرية، آخر حركة تم الإعلان عنها الحزب الجديد، حيكون أيضا ائتلاف وحزب من المؤسسين، يعني هو الداعي لها الفريق من أحمد شفيق، وأنا من المؤسسين. هتكلمنا عنها إن شاء الله، بس اسمح لي دكتور محمد أن أقول أن كان معنا الليلة سعادة المهندس محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، والأستاذ نادر عمران عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، ونحن كنا في انتظارهم للانضمام إلينا على الهواء، وقد حضر إلى الاستوديو بالفعل، ولكنهم يعني رفضوا التواجد مع الضيف الثالث الدكتور محمد في نفس الفقرة، وطبقا يعني لوقت البرنامج كان الموضوع هيكون فيه حوار. طبعا احنا بنرحب بيهم، ولو كانوا موجودين لغاية هذه اللحظة انا برحب بيهم ان هم ينضموا الينا في اي لحظة، لكن بالطبع لا استطيع احتراما مهما كانت هناك اختلاف لوجهات النظر بين السادة الضيوف المحترمين، لا أستطيع أن أقصي ضيف لمصلحة ضيف آخر، ولا أستطيع أن أفاجئ على الهواء بعد أن تمت الموافقة والاتصال منذ أيام بالجماعة، وتم ترشيح الإخوة للحضور للبرنامج، ومنذ الصباح أكدنا الموعد وقد أتوا وشرفونا بالفعل في الاستوديو، وفوجئت بأنهم يعني تم تغيير الموقف في اللحظة الأخيرة ورفض الحضور مع الأستاذ محمد أبو حامد. وأنا هنا هسألك في البداية بسرعة كده، يعني أنت كده للدرجة دي محدش طايقك؟ يعني الحرية والعدالة هم في الحقيقة الهيئة العليا للحرية والعدالة كان على فترات كده بياخدوا قرار أنه محدش يطلع في اللقاءات معايا، وفي الحقيقة أنا أظن أنه المتأكد من حجته مش هيهاب أنه يكون يعني بيلتقي مع أي حد. يعني أنا أناشدهم أنه هم فعلا ينضمونا، لأن في أخبار مهمة جدا لازم يكون فيها وجهتين النظر، وأنا يعني أطلب من حزب الحرية والعدالة ومن الإخوة فيه أنه هم يصبحوا جزء إليه. ما ينفعش الإقصاء لينا لا كبرنامج ولا للضيوف الآخرين اللي موجودين في المجتمع المصري، وإن كان بنختلف معهم في وجهة النظر. النهاردة كان ضيف الكريم سعادة المهندس أشرف ثابت، وقلت له يا فندم أنا سعيدة جدا بتواجدك معايا، إحنا مختلفين أساسا في الفكر والسياسة، وتحمل أسئلتي بروح سمحة وصبورة، وبعد البرنامج قلت له إن شاء الله هتشرفنا تاني، قال لي طبعا. يعني ما شاء الله هناك لغة حوار، فأتمنى زي ما في لغة حوار مفتوحة بين كل الأطياف في المجتمع تكون مفتوحة مع الحرية والعدالة. اتفضل يا فندم. يعني بص انا هقول لحضرتك حاجه، هو لو احنا بنتكلم على نظام ما بعد ثوره وفي تعدديه، اظن ان السلوكيات اللي من النوع ده تتعارض مع فكره التعدديه وقبول الاخر، وتاني اللي بيبقى واثق من حجته ومن المنطقيه اللي بيبني عليها رايه ما بيبقاش يهاب انه يلتقي مع اي حد يعني. ويمكن دي وسيله اخرى من وسائل الاقصاء، انه لما يرفض فيبتدي الطرف اللي هو ما بيرضاش يحضر معاه يبقى البرامج عندها حرج انها تكون بتستدعي، لانها قلقانه ان الطرف الثاني يجي في اخر لحظه ويعمل الموقف ده.